السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية اليوم في مصر في البنوك المصرية. هنبدأ بالأسعار. العملات: سجل اليورو 32 جنيه 61 قرش، الريال السعودي 8 جنيه و5 قروش، الدرهم الإماراتي 8 جنيه و22 قرش، الدينار البحريني 80 جنيه و6 قروش، الفرنك السويسري 32 جنيه و58 قرش، الجنيه الاسترليني 36 جنيه و36 قرش، الدينار الأردني 42 جنيه و53 قرش، الدينار الكويتي سجل 98 جنيه و81 قرش، الريال العماني 78 جنيه و36 قرش، الريال القطري 8 جنيه و28 قرش. نروح بقى على أسعار الدولار الأمريكي. سجل الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه في البنوك: الأهلي والمصري ومصر والقاهرة، سجل 30 جنيه و13 للشراء، 30 جنيه و23 للبيع. أما الدولار في البنك التجاري الدولي مصر، سجل 30 جنيه و23 للشراء، 30 جنيه و33 للبيع. أما السعر الرسمي المعلن في البنك المركزي المصري، 30 جنيه 24 للشراء، 30 جنيه و33 للبيع. أما متوسط سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري، 30 جنيه و21 شراء، 30 جنيه و31 للبيع. فضلك اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلم على علامة الكل ليصله كل جديد. وشكرا جزيلا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.